بسم الله، السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم في الفيديو ديالنا ديال اليوم. الفيديو ديال اليوم غادي يكون على التحكيم ديال الكاتا. الاخوان اليوم راه جينا في بركان، راه كاينين بركان في السوسيو ديال سيدي سليمان شرعه، اللي غادي نديرو فيه ستاج ديال التحكيم في الكاتا ان شاء الله. كنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، ونتلاقاو من بعد الانترو. الاخوان راه غادي نديرو لابارتي تيوري ومن بعد نديرو البارتي ديال براتيك. مهم، غادي نحاولوا نصور لكم كل شيء باش تشوفوا كل شيء كاين، اش كيوقع هنايا. شي حد فيكم كيتفرج فينا مستقبلا بغا يولي ممارس ديال الكاراتيه ولا يولي حكم كاع، يعرف اش كاين. المهم هذا الشيء اللي كاين الاخوان، نتلاقاوكم من بعد الفاصل ان شاء الله. Les personnes qui ont de plus en plus de sensibilité d'handicap, il y a de plus en plus d'études qui montrent que les activités physiques et le sport en général ont des bienfaits sur les personnes en situation de handicap. Au niveau des bienfaits, des bénéfices du karaté, il y en a beaucoup, mais il y en a au niveau physique, au niveau social, au niveau cognitif. Le karaté peut apporter aux personnes un bien-être, même une évolution dans la maladie, parce que rester à rien faire, bah, le corps est après ses pas. Ça développe des aptitudes physiques. Mais sans aller chez le kiné où c'est très rébarbatif. En fait, on fait du sport et ça permet d'avoir de l'élasticité dans le corps, etc., d'aller dans sa place. Les règles et les règlements de la compétition par la karaté ont été formulées pour préserver la sécurité des athlètes. Elle est de la règle de l'Union mondiale de la karaté. Pour préserver la sécurité des athlètes, elle sait que pour promouvoir une compétition équitable, au moyen d'un ensemble de normes transparentes et cohérentes. عفا شنو زعما مني شو سي طب 9 5 فين شحال
شوميني ري اوس اوتاجيني ري اوس ماتياشاك ري اوس سيبو بسم الله الرحمن الرحيم. في اطار البرنامج الجهوي لعصبه الشمال الشرقي وكما هو مصدر نظمت العصبه اليوم التدريب الجهوي الاول او الدوره التكوينيه الاولى في مجال التحكيم كانت خاصه بجانب الكاتا. بدينا بعرض درس نظري القانون ديال الكاتا متبوع بواحد النبذه حول القانون ديال الباراكاراتي. من بعد درنا حصه تطبيقيه دونك كانت تجربه ايجابيه جدا. دابا بقات واحد الحصه التطبيقيه اللي غادي ندخلوا فيها اون كيمونو اللي غادي نخدموا فيها كاتا براتيك. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محمد الخزروني مساعد مدرب جمعية تضامن لرياضة الكاراتي والدريو بن شيكر، حكم وطني في الكاتا والكوميتي. جينا اليوم لمدينة بركان 24/12/2023 من أجل حضور ستاج في التحكيم إن شاء الله تعالى، استعدادا للبطولة ديال الكاتا القادمة في شهر يناير إن شاء الله تعالى. فكانت المشاركة قيمة، كان اختلاف أو تنوع في الستيل، كان ودوريو كان شوتوكا، وكانوا أساتذة اللي قدموا لنا العرض أكفاء تبارك الله. كان سي يوسف السبع رئيس لجنة التحكيم للعصبة الشمال الشرقي، السي موسى أحلي كاتب العام ديال العصبة اللي قدموا لنا الشق النظري في هذا الستاج، ثم الشق التطبيقي اللي قدموا لنا السي محمد أكريس والسي يوسف عفوا السي موسى احلي. فاشكر جميع الاساتذه على المجهودات ديالهم، فان شاء الله تعالى نتمنوا ان يعني الباجاج اللي خذيناه من هذا الستاج ان شاء الله غادي نقدموه في البطوله ديال الكاتا المقبله اللي غادي تجري ان شاء الله في 21 جونفي ان شاء الله المقبله 2024، اللي غادي ان شاء الله نكونوا في المستوى باش نشرفوا عصبه الشمال الشرقي ديالنا ونشرفوا البلد ديالنا المغرب ان شاء الله، ونشرفوا الجامعه المغربيه لرياضه الكاراتي عفوا. اذا كنشكروا السي فوزي وكنشكروا السي عبد الله احلي رئيس ديال صفحات الرياضه للجميع، وكنشكروا الاساتذه والساهرين على هذا السوسيو التربوي هذا اللي استقبلونا مدينه بركان، كنشكروا الجميع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.